اختتمت في جامعة الإمام الكاظم بطولة رفع الحظر الكروي عن الملاعب العراقية بتتويج فريق العلوم السياسية بكأس البطولة. لا ينفصل الخط العلمي عن المسار الرياضي في التشجيع والتأييد، حيث اختتمت في جامعة الإمام الكاظم بطولة رفع الحظر الكروي عن الملاعب العراقية بين فريقي العلوم السياسية وقسم الإعلام. تمثل اليوم هذا البطولة بطولة رفع الحظر عن الملاعب العراقية، قامت كلية الإمام الكاظم عليه السلام شعبة النشاط الرياضي كجزء من الدعم العراقي والوطني لرفع الحظر عن ملاعبنا العراقية، وهي جزء من اهتمامات كلية الإمام الكاظم بعمادتها وأقسامها العلمية للاهتمام بالنشاطات الرياضية وخلق روح التعاون والمبادرة بين الطلبة، توفير جميع الأدوات لرعاية المواهب والطلبة ليبقى الصرح العلمي الرياضي متزامنا نحو العلوم. نشكر كل من حضر في المباراة اليوم، مثل ما تشاهدون سوينا مباراة بين الأساتذة بعدها نهائي البطولة بين قسم العلوم السياسية وقسم الإعلام. المواجهة الختامية شهدت ندية بين الفريقين، وكان البحث مستمرا عن أول الأهداف، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العلوم بهدف وحيد. الشوط الثاني بدأ بضغط متواصل من قبل أصحاب الرداء الأصفر حتى تمكنوا من إنهاء المواجهة بنتيجة كبيرة وصلت إلى 4 أهداف مقابل هدف يتيم لقسم الإعلام. توفيق من رب العالمين، وفقنا بهاي المباراة وفزنا. احنا علوم سياسية متعودين على اجواء مباراة النهائية، تقريبا رابع مباراة احنا ناخذ البطولة على التوالي. كانت مباراة جميلة، توفق فريق العلوم السياسية علينا، لكن كان أداءنا جميل، لكن هذه كرة قدم، فوز وخسارة، ان شاء الله عجات. ووزعت جوائز المسابقة على صاحبي المركزين الأول والثاني، وبات فريق العلوم السياسية أكثر الفرق تتويجا بالبطولة. مؤيد الهاوي، قناة العراقية الرياضية، بغداد.